ام علي غريبة داومة اليوم. آسف آسف، عظم الله أجركم. أجرنا أجرك يا أخوي، قلت ما له داعي قاعدة البيت. بس الوالد الله يرحمه فخر، واللي يستشهد على شان الكويت له شان كبير عندنا. بس أنت الله يعطيك العافية على هالصبر والتسليم. إحنا لو والله يفكنا من هالفكر الإرهابي اللي ما خلى فينا صبر. الصبر والتسليم يا أبو حسين ما ينقاس بإنسانة فقدت كل أهلها وعشيرتها بغربتها، وتمت وحيدة برقبتها عيال أيتام. إذا كان الفكر نفس الفكر، لازم يكون صبرنا نفس الصبر.